اهلا، ازيك يا حاتم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انت ازيك يا ماني؟ الحمد لله. اتفضلي. ايه ده؟ جايب لنا ايه بقى؟ شوكولاته. شوكليت؟ مع ان نور ما بتحبش الشوكليت بس انا بحبها. ايه في الباب وتعالى ورايا. بالهنا والشفا عليكي يا حبيبتي. اتفضل يا حاتم تعالى. استنى اجيب لك حاجه بس تقعد عليها. لا لا ماني. سلام. سلامتك. الله يسلمك. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، جالي ضربة شمس. وانتي ازاي بقى تطلعي رحلة من غير ما تستأذنيني؟ استأذنك ليه؟ هو انت بابايا؟ لا طبعا. ومين بقى الأمور اللي كان معاكوا في الصور ده؟ مين الأمور؟ معرفش أم أمير. لا تعرفي يا حبيبتي. ده مين الأمور ده؟ ده شريف زميلها في البنك، هو اللي جابها لحد هنا. بصراحة ولد ذوق جدا ومحترم قوي. أعمل لك حاجة تشربها؟ إسبريسو. بعد إذنك. محترم وذوق. وده ايه حكايته بقى الامور المحترم الذوق ده؟ بظبط الطاره. وبعدين انت ليه قاعد تتكلم اصلا؟ هو انت غلطانه وكمان هتعملي فيها زعلانه؟ انت هتستعبطي؟ انا ما غلطتش. وبعد كده انت عايز مني ايه؟ مش انت اتلككت وبعدت؟ وما قدرتش. ما عرفتش ابقى. بصراحه انا مش عارف افكر في حاجه غير فيكي. حاولت كتير وبرضه مش عارف، مش نافع. في حاجة صغيرة كده ناقصاني في حياتي. كنتش أعرف صراحة إن أنا بحبك أوي كده يعني. وحشتيني. أنت كمان أوي. اتفضل. إسبريسو برضه. تسلمي إيديك. مش عجبتك؟ أوي. طيب ماما كانت عاوزة تعزمك على الغدا عندنا ان شاء الله قريب. ده بعد اذن ماني طبعا. ان شاء الله، بس نطمن عليها بس وتبقى كويسه. ان شاء الله قريب. ان شاء الله. كان محترم قوي بقى. قوي قوي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.